جينا خلصنا مذاكرة ألعب بقى شوية روبلوكس. أيوة أنا متحمسة قوي. أنت بتعملي إيه يا دينا؟ أنا خلصت مذاكرة يا ماما وبلعب روبلوكس. لا والله بتلعبي وسايبة الأطباق في الحوض والأرض مش نظيفة والدنيا مقلوبة. إيه ده يا ماما؟ أنا لسه مخلصة مذاكرة، عايزاني كمان أعمل شغل البيت؟ بنت تنظفي البيت الأول وبعد كده ابقي العبي. طب أرجوك يا ماما 5 دقايق بس. قلت لا يعني لا، ورايا على المطبخ. للأسف ماما عمرها ما هتفهمني، لو كانت طفلة كانت فهمت اللي أنا عايزة ألعب. بتقولي إيه يا بنت؟ لا لا يا ماما مفيش حاجة، أنا نازلة أهو. ازيكم يا أولاد؟ النهاردة يوم جديد ويوم جميل، يا ترى مين اللي يقدر يقولي ايه اللي مكتوب على السبورة دلوقتي؟ الجملة سهلة جدا، يلا هنبدأ بدينا. ايش معنى انا في الاول؟ ماشي هقولها. You will never get bored when you try something new. There's really no limit to what you can do. برافو يا دينا. طب فاهمة معنى الجملة دي ايه؟ بصراحة انا مش فاهمة اي حاجة. انت غبية قوي يا دينا، ازاي انت عندك 15 سنة؟ انت عاملة زي الاطفال بالظبط. حتى الأستاذ علشان كبير رخم ومش فاهمني خالص. يا رب كل الناس الكبار يتحولوا أطفال. إيه ده؟ في زلزال ده ولا إيه؟ إيه ده؟ أنا إيه اللي حصل لي ده؟ أنا بقيت طفل. إيه ده؟ أنتي عملتي إيه في المدرس يا دينا؟ ده بقى أصغر مننا. أنا ما أعرفش اللي حصل. أستاذ محمود أنت كويس؟ أيوة أنا كويس، أنا عايز آيس كريم ورز بلبن. المدرس بقى طفل، ده بقى كيوت قوي. يا ترى كل الكبار بقوا صغيرين كده ولا ايه؟ عندك حق، تعال نشوف الكبار بقوا اطفال ولا ايه. ايه ده؟ دي ماما، هي بتلعب بالعربيه ولا ايه؟ ماما انا هنا. اجروا. ايه ده يا ماما؟ انت كنتي هتموتينا. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ ايه رايك بقى في لبسك الجديد؟ جميل قوي يا ماما، حتى انت زغرتي يا ماما. يلا يا حبيبتي تعالي نلعب بالعربيه شويه. انا هسيبكم واركب مع ماما العربيه، ادعولي. استنيني يا ماما، استنيني يا ماما. ماما انت فين يا ماما؟ ايه ده العربية هنا؟ حسبي يا ماما، حسبي هندخل بيت الجيران. حسبي. اللي انت عملتيه ده يا ماما. حسبي نزليني انا يا ماما، نزليني. انا بحب العب بالعربيات قوي. ننزل هنا، انا جعانه قوي. ماشي يا ماما يلا. ايه ده يا ماما اللي انت بتعمليه ده؟ انا واقفه مع عمو هشوف هختار اكل ايه. يا لهوي دول كلهم متحولوا اطفال، انزلوا علشان ما تقعوش. لا احنا مبسوطين هنا قوي، حتى بص الحركه دي. عايزين ناكل. دول اتجننوا. مين الغبي اللي وقف العربية غلط كده؟ مش أنا يا حضرة الضابط، دي ماما. أيوة أنا. إحنا آسفين يا حضرة الضابط، أرجوك ما تعمل لناش حاجة. لا أنتوا عارفين أنا هعمل معاكم إيه؟ أنا هرقص معاكم. ماما
ممكن ترجعيني البيت؟ لا انا مبسوطه هنا، انا عايز العب. ماما هنروح نلعب بالعرايس بتاعتي. هي هي هنلعب بالعرايس. هي هي يلا بقى هسيب لعبه الخلاط دي واروح العب بالعروسه. شيليني اوبا، انزلي من على ظهري. لا انا مبسوطه كده. خلاص بطلي ضرب في قفايا. قفاكي كبير قوي، لازم يتضرب. يلا ده انتوا مجانين. هناكل معشي، هناكل معشي. الحمد لله وصلنا البيت. ادور بقى على بابا. اوعى السريع، انا الموتوسيكل العجيب. ياو، حتى انت يا بابا انت كمان اتحولت لطفل. هيه هركب الموتوسيكل. بيب 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 بيب. يلا يلا قوم نلعب، يلا قوم نلعب. هات الدبدوب، الدبدوب ده بتاعي. لا الدب ده بتاعي انا، ده دبدوبي دوبي دوبي. طب انا وراي مذاكره، هسيبكم دلوقتي. هتسيكل هتسيكل. العبيطه اهي، العبيطه اهي، العبيطه اهي. انا بقيت عبيطه؟ ماشي شكرا. انا مش مصدقه اللي بيحصل، بس على الاقل هلعب روبلوكس براحتي. ايه ده، هنلعب معاكي، هنلعب معاكي، هنلعب معاكي روبلوكس روبلوكس. امشوا امشوا بقى. اف، مين اللي عمل بومبا؟ البومبا الجميله دي مش بتاعتي انا، انا شكلي هلبسكم بومبرز تاني. طب انا جعانه، انا هروح اجيب اي اكل. هناكل هناكل هناكل. انا بحب الشوكولاته قوي. انا هجيب بيتزا. الله، عايز ايس كريم، انا عايز ايس كريم كمان. ايوه يلا لففني بالعربيه شويه واديني عند الايس كريم. يومي 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 يومي. حتى صاحب السوبر ماركت بياكل شوكولاته. ماما كفاية أكل، بطنك هتوجعك. لا أنا عايز أكل كتير قوي. خلاص يلا نرجع البيت، أنتوا أكلتوا كتير. تعمل إيه يا بابا؟ تعمل إيه؟ هوديكوا البيت. إيه ده مش طريق البيت يا بابا، هنغرق. طب كفاية يا بابا كفاية. وي وي وي. ياي 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 ياي. بتعملوا ايه بتعملوا ايه؟ الجو حر جدا، احنا قررنا نعيش النهارده في التلاجة. حتى شوفي بابا نايم جوه التلاجة. انتوا بتعملوا ايه؟ الفرن والمايكرويف، هتموتوا نفسكم. ايوه احنا سقعنا في التلاجة فعايزين نبقى حرانين. كل ده غلطتي، ان الكبار بقى اطفال. يا رب يرجعوا تاني، الموضوع صعب قوي. ايه ده ايه ده اللي بيحصل ده؟ في ايه في ايه؟ ماما بابا الحمد لله ترجعتوا كبار تاني. انت يا بنت الشقة متبهدلة كده ليه؟ يلا ننطفيها حالا. تاني؟ لأ